التكنولوجيا رهان دولة الإمارات نحو المستقبل، حيث حققت تطورات تكنولوجية في البناء والصناعة، والآن تستعد لدخول عصر تكنولوجي جديد، إنها تكنولوجيا الروبوتات، حيث تتعاضد الآلة والإنسان معا من أجل حل الصعوبات التي قد تواجه المجتمع. من هذا المنطلق أعلن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعة عن إطلاق مسابقة محمد بن زايد العالمية للروبوت في حرم جامعة خليفة. طبعا هذه المسابقة العالمية هي في مجال الروبوت، قيمة جوائز هذه المسابقة 5 ملايين دولار، وتقام إن شاء الله كل سنتين. الهدف من إنشاء أو إطلاق هذه المسابقة هو تطوير مجال الروبوتات في العالم وصياغة مستقبل الروبوت واستخداماتها في العالم أجمع. الروبوت هو علم هندسة يجمع جوانب كثيرة من العلوم مثل الميكانيكا والإلكترونيات والطيران والبرمجة، لذا تهدف الجامعة العالمية للروبوت إلى تشجيع الطلبة على دراسة المواد العلمية والدراسات العليا في التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى تشجيع جامعات في الدولة على طرح برامج علمية جديدة. كطالب في جامعة خليفة، بما أن المبادرة طلعت من الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، هذا الشيء دافع معنوي كبير. نحن نريد اصلا في جامعه خليفه نبرمج روبوتات، نسوي روبوتات، لكن ما انها طلعت كمبادره بالعكس تحفزني لاني ابدع فيها اكثر. هالمسابقه تحفزنا ان نحن ككون طلبه في بدايه السنوات ان نشارك فيها وان نبرز اسم دوله الامارات من ضمن الدول الباديه اللي هي تستخدم الروبوتات. المسابقه حمستني وشجعتني اني ابحث في مجال الروبوتات بشكل عام واتوسع وأتعمق في هذا المجال، وإن شاء الله راح أشكل فريق بحيث أن ننافس في هذه المسابقة. منافسة تستقطب خبرات محلية وعالمية لتعزيز وتطوير الصناعة وتطبيقات الروبوت في الدولة. تحدي جديد لصياغة مستقبل تكنولوجيا الروبوت في فضاء مليء بالابتكار والإبداع لتطبيقه على أرض الواقع. مهر الجنيبي لعلوم الدار من جامعة خليفة أبو ظبي. وللاقتراب أكثر مشاهدين الكرام من مسابقة محمد بن زايد العالمية للروبوت، ينضم إلينا في استوديو علوم الدار الدكتور عارف الحمادي مدير جامعة خليفة. مرحبا بك معنا دكتور في الاستوديو. لو ناخذ فكرة سريعة عن هذه المسابقة، كيف ولدت وكيف نتحدث عنها بشكل مفصل؟ طبعا المسابقة بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة بإقامة مسابقة لتحدي الروبوتات، بحيث أن هذه المسابقة تجذب أفضل العقول في مجال الروبوتات للدولة وتقام كل سنتين، والمسابقة جاء 5 مليون دولار كل سنتين تعطى للفائزين. نعم، طيب دكتور ما هي أهم أهداف هذه المسابقة؟ المسابقة طبعا هدفها الأول هو تشجيع الطلاب على الالتحاق في مجالات التكنولوجيا، تشجيع الدراسات العليا والبحوث في مجال الروبوتات، وأيضا تشجيع الجامعات على إنشاء مراكز للأبحاث، والهدف الأخير طبعا اللي هو تشجيع الابتكار وتشجيع الجامعات والطلاب على جعل ابتكارات تؤدي إلى حاضنات ومن ثم تؤدي إلى مشاريع تصب في اقتصاد المعرفة الذي تصب إليه الدولة. إذن 2015 عام الابتكار، وأنتم جامعة خليفة طبعا دائما في المقدمة، وهذا ابتكار آخر ومسابقة أخرى تصب في هذا الاهتمام وفي عام الابتكار. التسلسل الزمني دكتور للمسابقة، متى سيتم تسليم المشاريع للمشاركين وإعلان الفائزين؟ في شهر 5 إن شاء الله راح يفتح التسجيل للمسابقة، ويتم في شهر 9 حصر 6 من المتسابقين من مراكز الأبحاث أو من الأفراد في كل الفئات. يحصل كل جهة فائزة على $500,000. في شهر 9 راح تبدأ المسابقة من 6 جهات هذه اللي فائزة، ولا من 2015 إلى شهر 11/2016 يعلن فيها الفائز بمبلغ $1,000,000. طيب دكتور لو نتحدث عن طبيعة التحدي في النسخة الأولى من هذه المسابقة. طبعا هو التحدي عبارة عن السنة الأولى راح يكون عن الأزمات والطوارئ.
وكل سنة راح تتغير الجائزة، بس السنة هذه كان الاتجاه إلى الأزمات والطوارئ، بحيث أن تقوم روبوتات جوية وهي عبارة عن طائرة بدون طيار، مسرح يعني عبارة عن مسرح عمليات، مسرح عمليات نعم. طائرة بدون طيار تتعامل مع مركبات أرضية لإطفاء حريق على الأرض. تقوم الطائرة الجوية بالهبوط على ظهر الطائرة الأرض على المركبة الأرضية، ومن ثم تشغيل جهاز الطوارئ. تقوم بعض الروبوتات الأرضية مع الإنسان الآلي بالتوجه إلى مركز الحريق، إطفاء الحريق وإنقاذ الضحايا. طبعا هذا يكون فيه كثير من التواصل وبين المركبات بدون تدخل الإنسان، بحيث أن تكون الطائرة تتخاطب وتتكلم مع المركبات الأرضية ويكون في بينهم حوار على كيف إنقاذ هني هي أيضا الاختراع والابتكار راح يركز على عملية التواصل بين الطائرة والعملية بدون تدخل الإنسان أتوقع. صحيح، والذكاء الصناعي راح يدخل له دور كبير هني، بأن كيف المركبات تتخاطب مع بعض بحيث أنها توجد حل لإنقاذ وإسعاف الضحايا اللي موجودين على الأرض. طبعا علم الروبوتات فيه كثير من العلوم، فيه الميكانيكا وفيه الإلكترونيات وفيه الكهرباء وفيه البرمجة وفيه التصوير وإيجاد الضحايا عن طريق الكاميرا بدون تدخل الإنسان. هذا كله تحدي سيؤدي إلى اكتشاف الكثير من البراءات واكتشاف الكثير من العقول اللي ممكن في المستقبل تؤدي إلى إنشاء حاضنات، ومن ثم إنشاء شركات. يعني علم الروبوتات اليوم انتقل من الدراسة إلى الصناعة. صحيح، فكثير راح تهدف المسابقة أيضا إلى تشجيع الصناعة في الدولة في علم الروبوتات. نعم. طيب دكتور، أنتم في جامعة خليفة كيف ترون إقبال الشباب على التكنولوجيا؟ في جامعة خليفة يوجد مركز للروبوتات في جامعة خليفة حاليا، تركيز على طائرات بدون طيار. توجد أيضا بعض السيارات اللي هي تدخل في أماكن الزلازل، أماكن الحريق للإنقاذ. والطلاب اليوم في الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه قاموا بالتأهل لكثير من المسابقات المحلية، بحيث أنهم يعني يحسون أن في موهبة وفيه لعبة وفيه أيضا علم. الثلاثة هذين لما يجتمعون مع بعض يعني يخلق الطالب المبتكر. كل التوفيق لكم إن شاء الله دكتور، ونترقب جميعا هذه المسابقة الرائعة، مسابقة محمد بن زايد العالمية لريبوت. هي تحمل اسم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد، تدل على الإصرار والابتكار والتميز، وهي ليست بغريبة على سموه. شكرا لك دكتور حضورك معنا، دكتور عارف الحمادي مدير جامعة خليفة، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك.